الحاجات اللي انا I really appreciated about Jack Ribs Inertia, the level of communication, the level of commitment, the level of transparency اللي كانوا فيها مع الناس. صراحة لا تذكر المشاكل اللي انا لقيت هنا. هو كنت فاكر ان المكان هيبقى صغير علينا, لكن ابدا احنا استمتعنا حتى المساحة ال 50 متر اللي انا واخدها. Pools everywhere at the doorstep of your house. الولاد ينزلوا هنا سكند, يبقوا قاعدين في البول. في مكان عمرك ما هتحس ان هو انت مظلوم. الشركة بتوفر لي الاونر كارد, بيديني ديسكاونتس كل المطاعم وبيدخلني البيتشز كلها بتاعت الجونة. اقدر تاني ارجع ادايف, انا يوست دايف بس اي ستوب فيري لونج تايم اجو. حتى هنا هو بلاقي الراحة اللي تؤهلني اللي انا اقدر اركز لو عندي حاجة في شغلي محتاجة تركيز او هدوء. شجعت ناس كتير من اصدقائي ان هم يجوا يبقوا بارت من الكوميونتي. We became very very happy that the vision that we've had about G-Cribs is actually true.